مرة جديدة يضرب الإرهاب العاصمة المؤقتة، فتزداد الأسئلة عن مستقبل الوضع فيها، أسئلة تعكس تصاعد المخاوف من عودة الرسائل الإرهابية بعد فترة من الهدوء الذي عقب تطهير المنصورة وأوكار الجماعات المسلحة. أحدث تجليات العنف: انفجار سيارة مفخخة استهدفت منزل مدير أمن عدن، اللواء شلال شائع في مديرية التواهي. بحسب الرواية الرسمية فإن السيارة قادها انتحاري يرتدي زيا نسائيا، وانفجرت قبل وصولها بوابة المنزل بعد أن أطلق حارس البوابة النار عليها، ما أسفرت عن إصابة أحد أفراد الحراسة بجروح طفيفة واحتراق سيارتين. حدث هذا للمرة الثانية التي يستهدف فيها منزل مدير الأمن، وهو حدث خطير على ما اتضح. فبعد تطهير كافة مناطق عدن من العناصر المسلحة وتوسيع العملية الأمنية، وفي ظل وجود قوات التحالف العربي وأجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب، رغم ذلك يستهدف منزل رجل الأمن الأول في المحافظة. كيف ولماذا ومن يقف وراء هذه الرسائل الإرهابية في هذا التوقيت؟ أسئلة مهمة. وقبل أي حديث آخر، وبعيدا عن التهم وبيانات ما يسمى بتنظيم الدولة الذي يعلن عادة عن تبنيه لتلك العمليات، استهدف منزل الرجل بسيارة مفخخة وليس بعبوة نازفة. المنفذ إذن جهة تعرف هدفها، تتعقب رؤوس الدولة وقيادات الأمن وتمسح المنطقة عدة مرات لتفلت من فخاخ أمنية بالغة الصرامة في توقيت بالغ الصعوبة. أما لماذا يستهدف شلال شائع؟ فذلك أمر مهم. جيء بالرجل في ظروف بالغة الحساسية والخطورة إلى رأس جهاز الأمن والشرطة في العاصمة المؤقتة، وخاض معارك التحرير في مكافحة الإرهاب. أيا يكون الهدف، فتلك كارثة يجب التصدي لها بحزم وتحديث سياسات والاستراتيجيات تجاه حماية قيادة الدولة وتأمين مدينة رسم لها أن تكون عاصمة مؤقتة للبلاد ومنطلقا لاستعادة الدولة. ليس إلى الآن في منطق السياسة والوقائع ما يفيد في فهم المصلحة لمثل هذه الهجمات التي تصب على نحو أو آخر في خدمة الحوثيين والصالح. وبغض النظر، فثمة من يرى أن هذه العملية جاءت للتخفيف من الضغط الذي تعانيه عناصر القاعدة في أبين وحضرموت والحوطة، ولفت الأنظار عن النجاحات التي حققتها قوات الأمن والجيش مسنودة بقوات التحالف في تلك المناطق.